بنستخدم فريق اعداد مع استاذ وائل الابراشي. حضرتك الناس يعني تعرف استاذ وائل عن قرب من حضرتك، تقولي لهم ايه؟ انسان خلوق ومتواضع وكبير قوي. مش عايز اشك على حضرتك، واضح التأثر جدا، بس هو يعني الناس يعني كلها تعرف مين القيمه والقامه استاذ وائل الابراشي، بس هم احنا محتاجين نعرف عن قرب، كان تعامله معاكم واقف مع حضراتكم قد ايه؟ حضرتك انا سامع حضرتك بتقولي اتعلمنا منه. طبعا هو اساسا استاذ وائل كل الناس الكبيره اللي في الاعداد في مصر او كل الناس اللي بتشتغل صحافه كويس اتعلمت تحت ايد استاذ وائل. كل الناس اللي بتشتغل كويس قوي دي كانت تعليم الاستاذ وائل. الاستاذ وائل طول عمره بيعلمنا، طول عمره معانا وطول عمره واقف جنبنا. اخر لقاء كان لحضرتك بالاستاذ كان امتى؟ اخر لقاء ساعة ما تعب بكورونا، رحنا له تحت البيت اللي علينا في البلكونة قبل ما يدخل المستشفى، طلع شاور لنا وقعد يتكلم معانا ومش